مايو 1982 ميلاد أول منتج من مصانع العرب، وبدأ مشوار الثقة. بالتطور المستمر، بالالتزام بمعايير الجودة اليابانية، النهاردة أكثر من 300 منتج بيخرج من مصانع العرب. أكثر من 12 مليون بيت في مصر بيثق في اسم العربي. العربي، صناع الثقة. الدولة حول العالم تثق في سيراميكا كليوباترا. هذا البرنامج برعاية سيراميكا كليوباترا، رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. اتصالات، أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر. العربي، صناع الثقة. حقوق الإعلان الحصرية لهذا البرنامج ميديا لاين. هذا البرنامج من إنتاج إيبونايت. بص في وشوش الناس كله ورا حكاية، أصل اختلاف البشر من ربنا خلقنا غير بعضنا علشان نكمل بعض. قرب تلاقي نفسك بتبص في المراية. اتصالات، أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر. العربي، صناع الثقة. سيراميكا كليوباترا، رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. دولة حول العالم تثق في سيراميكا كليوباترا. انت مين؟ وملك منورة قوي وشايفة نفسك كده. انا لمبة توشيبا العربي، احدث تكنولوجيا ياباني. طب هنشوف هتعيشي قد ايه؟ اكتر من 9000 ساعة. ودول مين كمان؟ دول بقية العيلة. احنا لمبة توشيبا العربي. لمبة توشيبا العربي، كعب جامد وإزاز قوي، حجم أرفع وإضاءة أقوى، خلي حياتك دايما منورة. العربي، صناع الثقة. اتصالات، أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر. العربي، صناع الثقة. سيراميكا كليوباترا، رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. عارف فلان عشيرته، يبقى أنت ما تعرفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، وبنكمل مع دعوة للتعايش ومع الإمام مالك، وضربين نموذج للتعايش. الإمام اللي استطاع أن هو يجمع في حلقة في المسجد النبوي في روضة النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 60-70 سنة
يحضر له الآلاف من كل الجنسيات من ثلاث قارات، ناس جاية من الأندلس من أوروبا وناس جاية من أفريقيا وناس جاية من آسيا، ثلاث قارات بالآلاف. إزاي جمع هؤلاء الناس للسنين الطويلة دي؟ إزاي استطاع أن يحضر درس العلماء والأمراء وطلاب العلم وأمثاله من العلماء، يحضر هارون الرشيد والأمين والمأمون وأولادهم؟ إزاي امتلك الإمام مالك؟ وقلنا أن إزاي هو كان قادر على هذا الحجم الغير عادي من إيجاد منطقة مشتركة بينه وبين الناس يجمع الناس عليها. وكنا زي ما احنا متفقين أن احنا بنيجي في نهاية كل حلقات عن إمام من الأئمة الأربعة ويكون معانا عالم وأستاذ في فقه هذا الإمام، علشان أنا في الآخر مش متخصص في الفقه، لكن يكون معنا من العلماء من يعني نتكلم معاه ونسأله ونفهم منه عن فقه هذا الإمام وأراءه إيه ومدرسته إيه. إحنا الحقيقة النهاردة معنا يعني أستاذ في هذا العلم، دكتور زكريا صديقي. أهلا وسهلا دكتور، ومشرفنا بوجودك معنا. يعني اسمحوا لي أعرف الدكتور زكريا صديقي، وهو أخ وحبيب وصديق. دكتور زكريا صديقي من مواليد الجزائر، والجزائر مالكية زي ما يعني كل المغرب العربي مالكي، ووالده أستاذ في الفقه المالكي. والدكتور زكريا صديقي عاش عمره في الجزائر ثم التحق بالأزهر الشريف هنا في مصر. عدت في مصر كم سنة دكتور؟ يعني تقريبا 10 سنوات. 10 سنوات في مصر، يعني بتتكلم مصر يا دكتور؟ تمام. دكتور زكريا صديقي عاش في مصر 10 سنوات، تخرج من كلية الشريعة في الأزهر. يعني احنا قلنا مالك ثلاث قارات، فهو الدكتور زكريا شكله برضه داخل على بس قارتين مش دكتور زكريا صديقي بعد ما خلص، احنا حريصين الحقيقه ان احنا الفقيه او العالم اللي بيتكلم عن هذا عن فقه الامام يكون قريب منه. فالدكتور زكريا مولود في الجزائر وعاش 10 سنوات في مصر، تخرج من الازهر الشريف في كليه شريعه، ثم اخذ الدكتوراه من السوربون في فرنسا. عنوان الدكتوراه ايه دكتور؟ انا عن فلسفة الاستشهاد ونظرية الاستشهاد في الإسلام. يعني النظر لقضية الجهاد في الإسلام. الشهيد بالضبط، يعني مش يعني أكثر الشهيد أكثر منها قضية، لأنه الشهيد موضوع أعم بكثير. نعم. من قضية الجهاد فقط. نعم. هناك المطعون وهناك المرأة. نعم. التي. نعم. تموت وهي نافس، هذه. نعم. أولئك كلهم يعني شهداء. نعم. أما الجهاد المجاهد الذي يموت في سبيل الله هذا جزء فقط من الشهداء كما قال عليه الصلاة والسلام. غريبة دكتور أن أنت تختار في السوربون في فرنسا موضوع الشهيد، يعني ما خافوش في هو فعلا يعني كان يعني صعب قبوله، ولكن لأنه يعتبر من أول رسالة دكتوراه في هذا الموضوع. نعم. يعني علمية و يعني قابلوها، وطبعا لأن الوضع يريدون أن يفهموا هذه القضية التي كثرت في أيامنا. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أفدنا نعم، وكانت النية تعريف قضية. نعم. الشهيد. نعم. حتى لا يبقى غير المسلمين هم الذين يتكلمون عن قضايانا الخاصة. نعم. بما يشاؤون وكيف يشاؤون. فحضرتك عملت تعايش، ده التعايش يا جماعة اللي احنا عاملين نتكلم عليه من أول الحلقات، أن أنت الموضوع صعب انه يتقبل في اوروبا، لكن لان هم عايزين يعرفوا واحنا عايزين نعرف، فالدكتور دخل وعملت الدكتوراه في هذا الامر. ربنا يجزيك الخير. وانا الحقيقه فرحان ان انا بستضيف شخصيه من المغرب العربي او من الجزائر تحديدا، لان يعني اهل المغرب العربي بعاد عننا في الفضائيات العربيه للاسف، انا بقول هذا الكلام. فوجودنا وتلاحمنا ده شرف ليا ان حضرتك الله يعني من قدرك ان شاء الله، وسعاده ليا ان انا اتواصل مع اهل المغرب في هذا الامر المغرب العربي. النقطه الاخيره ان الدكتور زكريا الان يعيش في فرنسا، في فرنسا، وهناك معهدين كلهم هو اسسهم وشغالين، والمعهدين يدلوا على التعايش. المعهد الأولاني أول معهد هو تعليم الإسلام باللغات الأوروبية عن طريق النت، عن طريق الويب، يعني بما يسمى ويب كونفرنسينج، اللي يعني هو الإيليرنينج يعني. الإيليرنينج يعني، ولكن فيه إضافات أنه الطالب من بيته والأستاذ من بيته ويتواصلان عن طريق شاشة، عن طريق. نعم. ويب كام يعني عن. نعم. ويحدث يعني أسئلة وأجوبة كأنه حقا في قسم حقيقي، ويعني هذا لتسهيل نقل الإسلام
إلى غير المسلمين أيضا، لأنه غير المسلم يتحرج كثيرا من أن يأتي إلى معاهدنا الشرعية وكذا. أما إذا فتحنا له أنه يدرس في بيته ولا أحد يحرجه ولا أحد يزعجه ولا أحد، فسيتعرف عن الإسلام من خلال المختصين في الإسلام ومن خلال دكتور في السربون فلها. والمعهد الثاني احنا أسسنا أيضا جمعية اللي سميناها جمعية دار العلوم بفرنسا، تشرف على مجموعة من المشاريع، منها مشروع مركز دراسات وأبحاث عن الغرب لفهم الغرب. عشان نحن عشان احنا المسلمين كثير منا لا يفهم الغرب، وعنده نظرة قاتمة سوداء عن الغرب بكل ما فيه من تعقيدات. حتى بعض مشايخنا وعلمائنا الأجلة حفظهم الله يحتاجوا إلى أن يعرفوا الغرب اليوم، ليس غرب الخمسينات وأيام الاستعمار. فنحن نحاول أن نجتهد في هذا الأمر. يعني خليني أقول أن ده قمة التعايش، أن حضرتك عامل في فرنسا حاجتين، حاجة إزاي الغرب يعرف الإسلام، وحاجة إزاي المسلمين يعرفوا الغرب. فيعني المنطقة المشتركة، وأنا سعيد أن حضرتك معنا. أنا عايز أبدأ معاك الإمام مالك بنقطة أساسية. اشمعنى الإمام مالك في المغرب العربي؟ يعني أنا يعني ليه مغرب، جزائر، تونس، موريتانيا كلهم المذهب المالكي؟ ليبيا صحيح. إيه السر وإيه السبب؟ هو لا شك أنه المسألة أولا تتعلق بقلوب المغاربة الذين اعتنقوا الإسلام وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت رحلتهم رحلة إلى مناسك الحج والعمرة أولا، فحتى لا تضيع هذه الرحلة لأنها في أيامهم كانت صعبة وشاقة، كانوا يفضلون أن يمكث هناك الواحد منهم في مدينة رسول الله. ومن كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان الإمام مالك يشع نورا وعلما، فكانوا يجلسون إليه ويتعلمون على يديه، ثم ينقلون ما تعلموه إلى هذه البلاد. فأول الطلبة أو حملة علم مالك كان يعني مغاربة اهتموا كثيرا بعلمه لحبهم أولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد أنهم أيضا نقلوا قراءة قارئ المدينة المنورة نافع، الذي قال فيه الإمام أحمد قراءة نافع سنة. قراءة القرآن تقصد؟ نعم، قراءة القرآن. فلهذا نجد مثلا راويي نافع ورش وقالون، هما الروايتين اللتان اشتهرتا في بلاد المغرب إلى يوم الناس هذا. أنا لما رحت المغرب العربي الشيء الأساسي الملاحظ جدا أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم له منزلة غير عادية. والتعلق بالمدينة يمكن طبعا احنا المصريين وكل بنحب طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جدا وبنحب المدينة جدا، بس شيء غير عادي. صحيح. حتى شوف احنا مثلا البربر عندنا مثلا في بلاد المغرب لا يذكرون كلمة محمد صلى الله عليه وسلم في أسماء أبنائهم، لأن الذكور لأنها مسلم بها. مثلا يقولون الهادي والمقصود محمد الهادي، هو اسمه محمد الهادي. فيقولون الحبيب يعني محمد الحبيب، الفاضل محمد الفاضل، الطاهر محمد الطاهر، وهكذا. فمحمد هذه يعني هي عسل الاسم زي الطاهر بن عاشور من العلماء الكبار. المقصود محمد الطاهر بن عاشور وابنه الفاضل محمد الفاضل. يعني خلينا نجلس ونتكلم عن الإمام مالك بالتفصيل. لكن أنا لي قبل ما نجلس، يعني لو قلنا سؤال سريع، انتشار المذهب المالكي في المغرب العربي، كلمة مذهب أصلا جاية منين؟ ويعني إيه كلمة مذهب وأصلها بسرعة بس؟ يعني هي الكلمة طبعا من لها يعني في اللغة العربية من ذهب، مذهب أصلها ذهب واحد ذاهب رايح المكان معين، ده في الأصل. المذهب ده وزن في العربية لكل ما هو مكان ومحل. مثلا نقول متجر يعني مكان التجارة، مصنع مكان الصناعة، مخزن مكان الخزن، وهكذا. فمذهب كان في الأصل المكان الذي نذهب إليه، ثم
يعني العلماء أخذوه من هذا المعنى الحسي إلى معنى فكري نظري إلى فكرة يعني وهي الرأي الذي صار إليه وذهب إليه ذلك العالم، فهذا معنى مذهب. كأن في خط مستقيم أو طريق من هنا لهنا، فهو ذهب في الطريقة دي في طريق التفكير في الفقه والقرآن والسنة فسمي مذهب. بس تفضل دكتور، جزاك الله خيرا. تفضل حضرتك. يعني أنا حابب تفضل حضرتك. كرمك الله. أنا حابب أول ما نبتدي ونتطرق للإمام مالك، إيه اللي يربط المسلم العادي، الإنسان المسلم الطبيعي، إيه يربطه بالإمام مالك؟ يعني الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي وبتشاهدنا الآن، مين الإمام مالك بالنسبة له؟ وإحساسه إيه بالإمام مالك؟ هو الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه يمثل قمة من قمم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة يعني يكاد الإنسان العادي يستبعدها، يعني أمر غريب. مثلا النبي صلى الله مالك رضي الله عنه كان في حديثه إلى الناس يفرق بين أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يفتي في مسألة فقهية أو ينصح في مسألة اجتماعية أو ما إلى ذلك، فكان إذا جاء له السائل يسأله مالك رضي الله عنه ماذا تريد، تريد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيئا آخر؟ إذا قال أريد أن أسمع منك ما سمعته من أشياخك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له أيضا تنتظر اصبر قليلا حتى أهيئ نفسي لأني سأقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يتوضأ ويصلي ركعتين ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب ثم يجلس جلسة فيها وقار واحترام لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيستشعر أنه هو بيتعبد أنه هو بيحكي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو سألوا في الفقه يجاوب من غير هذه يعني التحضيرات ومن غير هذه الأوليات. حضرتك عايز تقولي أن من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب ذلك الرجل شديد التعلق، لأن الناس رأوا فيه تعلق شديد برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلق مؤسس على العلم ليس على جهل. نعم، مش حبه وخلاص. نعم فيه اقتداء، في ناس تحب تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عن جهل. نعم. وفي ناس تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن صوريا فقط، ما في تعلق قلبي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في محبة عميقة. نعم. ففيه جفاء. نعم. فسيدنا الإمام مالك رضي الله عنه اجتمع فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عميقا، وأيضا اقتداء تام برسول الله صلى الله عليه وسلم عن علم. نعم. خليني أسألك يا دكتور، هو إيه أثر الإمام مالك في الفقه؟ أنا عملت قبل ما أقعد مع حضرتك عملت ثلاث حلقات كنت بتكلم فيهم عن الإمام مالك وموضوع المصلحة وموضوع التيسير، بس يفرق إن الواحد يحكي عن إنه هو يسمع من عالم متخصص في هذا الفقه. إيه اللي عمله الإمام مالك في الفقه؟ ومعلش قبل ما نقول إيه اللي عمله الإمام مالك في الفقه، خليني أقول لك الأول إيه إشمعنى الأئمة الأربعة؟ يعني ما هو كان في أئمة كتير تانيين، ما هو كان في الليث بن سعد في مصر اسم كبير جدا، ما كان في الإمام الأزاعي في لبنان، ما كان في الحسن البصري، يعني إشمعنى الأئمة الأربعة؟ وبعد كده هقول لك إشمعنى مالك، يعني إشمعنى الأئمة الأربعة اللي تميزوا إلى اليوم من ضمن كل الأئمة اللي اتكلموا في الفقه؟ رضي الله عنهم أجمعين وعن من سلك طريقهم. الأئمة الأربعة على الخصوص امتازوا بأمور. أولا كان حولهم مجموعة من الطلبة الطلبة النجباء الذين حملوا عنهم العلم ونقلوه إلى غيرهم، فهؤلاء هم حفظوا تراث الأئمة الأربعة. فهذه قضية مهمة، أي بخلاف بعض الأئمة الكبار المجتهدين، الليث بن سعد رضي الله عنه قال فيه الإمام الشافعي كان أفقه من مالك، ولكن
من أين جاء عدم انتشار فقهه؟ انتشاره واستمراره. نعم. الاستمرار هو في يعني الذي نقص عند بعض الأئمة، من أنه لم يكن لديه طلبة مثل الإمام مالك يحملون العلم ويدافعون وينافحون عن آرائه عن مذهبه. خلي بالك دكتور، أنا بسألك السؤال ده وأنا شايف أنه له علاقة كبيرة بالتعايش. بمعنى إيه؟ ان انا كل ما هتقول لي واحده انا هقوم رابطها في دماغي ان الحكايه دي معناها ان كان في تعايش بين اجيال. تمام. جيل بيسلم جيل، زي ما عندنا الحديث الجميل الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، جيل بيورث لجيل. هو هذا هو انك توريث فعلا. نعم. توريث للعلم، لانه مالك رضي الله عنه او غيره. نعم. كابي حنيفه او رضي الشافعي. الله او الشافعي او احمد، هؤلاء حملوا علم من سبقهم. أمة يعني متلاحمة. نعم. وأمينة. نعم. كل واحد يحس أنه مسؤول عن حفظ ما أداه إليه السالفون السابقون. نعم. لا يخونه ولا يحرفه ولا يبدله، إنما ينميه ويطوره ويزيد فيه، ولكن وفق المنهج الذي تلقاه. النقطة الأخرى هو آراءهم معتدلة مرنة. لم يكونوا أصحاب تطرف في الرأي، لم يكونوا أصحاب تشنج أو مغالاة، فقبلتهم الناس. وكما قال الصالحون: الاعتدال من حلية الرجال والإنصاف من شيم الأشراف. أقولها تاني دي دكتورة. الاعتدال من حلية الرجال. نعم. والإنصاف من شيم الأشراف. الله. فكان فيهم هذا الوصف. نعم. مرنين مش جامد. نعم. ودي نقطة في التعايش طبعا. طبعا مهمة جدا. نعم. مهمة جدا، وهذا الذي جعل أيضا القبول. نعم. لأنه الرأي إذا تطرف لن يقبل به إلا متطرف. أيوة. الله. ولكن إذا الله. كان معتدل الله. كانت قابليته أعم وأشمل، تلمس أكثر جمهور ممكن من الناس. يبقى ليه الأئمة الأربعة انتشروا؟ واحد، إن هم ورثوا العلم بتاعهم. نعم. اتنين، كانوا مرنين معتدلين مش جمدين. نعم. ولا متطرفين. نعم. ايه النقطة الثالثة؟ النقطة الثالثة حسب فهمي ونظري انهم وهبوا انفسهم للتعليم واختصوا به. نعم. ولم يصادموا الأنظمة الحاكمة في وقتهم. نعم. ولم يداهنوها ايضا. نعم. يعني فيه يعني هذا من الاعتدال. نقطة تعايش رهيبة. يعني ان لا يصادم. نعم. وان لا يكون يعني دائما معارض حاد للنظام. نعم. وهذا خلى ترك ان الأنظمة يعني تجد صعوبة في منعهم، ليس لها مبررات حقيقية في منعهم. وكما قلت، ليس معنى هذا انهم كانوا يداهنون ويقولون ما يرضي السلطان ابدا. نعم. كانوا ينصحون. نعم. وكانوا يقولون كلمة الحق. نعم. بل أوذوا. نعم. لذلك يعني هنا جاءهم الابتلاء أو الإيذاء. نعم. لم يذهبوا إليه. جزاك الله خيرا. يعني النقطة الثالثة دي خطيرة أيضا، إزاي إن هم قدروا يعملوا مساحة مشتركة مع الحكام. نعم. الدولة العباسية بالذات. تمام. إزاي أنا مش معاك لكن أنا على الحياد. تمام. وفي نفس الوقت ما تهمش العلم بتاعهم. تمام. زي ما حصل لعلماء تانيين، لأن نعم. هم واجهوا واصطدموا صدام عنيف فهم مش علمهم. نعم. لكن كانوا في بل فيه من يعني أعدم، يعني نعم. سيدنا سعيد بن جبير رضي الله عنه وغيره. نعم. من يعني فعلا أقصي تماما. نعم. ليس معنى هذا أنه كان موقفه خاطئ، ولكن نعم. الطريقة التي واجه بها كانت شديدة جدا، مما نعم. يعني جعل الآخرين نعم. الغير الفاهمين الغير أو الظالمين. نعم. أهل الجور يعني يصلون في حدتهم إلى أيضا نعم إلى تطرف في الموقف. نعم. حيث إقصاء تام ويصل إلى القتل والعياذ نعم. بالله. طيب يعني احنا هنختم الفصل دون بان احنا بنقول اشمعنا الأئمة الأربعة، وده سؤال الناس كتير سألته. طب اشمعنا الأربعة دول هم المرنين مش متطرفين، ورثوا العلم بتاعهم وتعايشوا مع الأجيال اللي تحتيهم، ما احتفظ بعلمه بيديه، لا دور على تلاميذ يدلهم فتواصلت الأجيال مع بعضها، كانوا قادرين ان هم يعملوا مساحة مشتركة بين الحكام، لا هو صدام ولا أنا معاك،
يعني وأحيانا مش موافق على تصرفاتك وبقول كده، لكن ما بوصلش للتطرف في الصدام فيتطرف الآخر في منع العلم بتاعه. بالإضافة أن هم كان عندهم بقى طبعا شخصيات قيادية وكاريزما زي ما بيقولوا كده. خلونا نكمل مع الدكتور زكريا صديقي بعد الفاصل، نكمل معكم بعد الفاصل إن شاء الله. عارف فلان عشر يبقى أنت ما تعرفوش. سيراميكا كليوباترا رائدة صناعة سيراميك في الشرق الأوسط. اتصالات، أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر. العربي، صناع الثقة. مراوح توشيبا العربي، موديلات كتير وألوان أكتر. مراوح توشيبا العربي، في حد لسه حرام؟ العربي، صناع الثقة. دولة حول العالم تثق في سيراميكا كليوباترا. سيراميكا كليوباترا رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. اتصالات، أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر. العربي، صناع الثقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعالوا نكمل مع الإمام مالك وندخل كده أكتر. دكتور زكريا، يعني إيه الملامح المميزة لفقه الإمام مالك؟ أهم ما يميز الإمام مالك. الإمام مالك رضي الله عنه امتاز بتركيزه على المسائل العملية، فلم يكن يحبذ أن يسأل مثلا عن مسائل لا تقع، عن مسائل نظرية بحتة. نعم. فهذا من أهم ما ميزه. وطبعا الإمام مالك ألف كتاب سماه الموطأ. نعم. الذي روي بروايات عدة، وهذا يدل على كثرة من حمل العلم عنه. نعم. فهو يعتبر أول كتاب ألف في الإسلام. نعم. الإمام مالك يعني توفي يعني في سنة 179 من الهجرة، فطبع الفقه الذي سيأتي بعد باعتباره أول من ألف. أيوة. فوضع لبنات المنهج ضمن هذا الكتاب، فلا نجد مثلا في الموطأ مسائل لا وقوع لها، إنما حتى يعني كانوا ينقلون يعني يروون أنه أحد الناس سأل مالك قالوا يا إمام، لو أن رجلا قال لأخيه يا حمار ما حكم ذلك؟ قال يؤدب. قال فإن قال له يا فارس يعني يا حصان، قال له تؤدب، أنت اللي تؤدب، لأنه ما في واحد يقول لآخر يا فارس. نعم. يعني عمال تسأل عن مسائل لا وقوع لها. نعم. الآن أنت اللي تحتاج إلى أن تؤدب وتربى حتى يكون عقلك في المسائل العملية. نعم. يعني هو شخصية عملية جدا. طبعا طبعا طبعا. نعم. فهذا نعم. هذا مهم جدا، حتى أنه القاعدة يعني التي يعني قررها الإمام الشاطبي رحمه الله في المقدمة الخامسة، يقول كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا ودل على ذلك استقراء الشرع، ويأتي بالأدلة على ذلك. وهذه أخذها الإمام البنا رحمه الله وصاغها أيضا بصياغة بسيطة قريبة للناس، وقال كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما نهينا عنه شرعا.
نعم يعني ما تقعدش تفكر في حاجات مستحيلة أو تافهة يعني وغير عملية. يعني واحد دلوقتي يجي يسأل يعني لو طلعت للمريخ أصلي إزاي؟ يا عمي ما تطلع للمريخ لما نوصل للمريخ وناخد العلم بتاع الصعود للمريخ. طيب خليني أسأل حاجة تانية، الإمام مالك وقضية أهل المدينة، عمل أهل المدينة صحيح، وإن عمل أهل المدينة مقدم على أي حاجة تانية. هو يعني إمام مالك يعني ناقل لفقه كبار علماء المدينة كسعيد المسيب رضي الله عنه وغيره. هو طبعا رأى فقه من عايش الصحابة رضوان الله عليهم، نعم، والمدينة كانت تزخر بأكبر عدد من الصحابة، نعم، كبارهم. يعني ما في أحد كان يحب حقا أن يترك ويهجر المدينة المنورة، نعم، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. فيه بعض الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي معناها أن المدينة تنفي الخبث عن نفسها كما ينفي تنفي النار الخبث عن الحديد، كما ينفي الكير. فيقصد أن المدينة دائما عامرة بالصالحين، يعني حتى أنه يعني ورد أن المدينة لا يدخلها الدجال. نعم. فيعني فضائل المدينة كثيرة وفقه علمائها كثير ومتين، وجعل مالك يرى أنه في المسائل النقلية التي تروى يعني جيلا عن جيل وهي مشهودة ومحسوسة عند الناس، هذه يقدمها على خبر الواحد ولو كان صحيحا. إذا يعني جاء أحد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من خبر الآحاد، مالك يقدم على عمل المدينة عليه فيما هو نقلي. نعم. لماذا؟ لأنه كان يرى أنه درجة الحديث المتواتر في حكم المتواتر، نقل المدينة في حكم المتواتر، يعني جماعات من الناس. نعم. مثلا السلام. نعم. مالك يروى أنه مالك مذهبه أن الإمام يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. نعم. مع أنه يعني جاءت في الأحاد في أخبار الأحاد أنه يسلم تسليمتين، ولكن وجد أهل المدينة يسلمون تسليمة واحدة. حتى الآن في صلاة الجنائز في المسجد النبوي وفي الحرم المكي بيكون السلام عليكم ورحمة الله تسليمة واحدة. فهذه من يعني من دليله فيها عمل أهل المدينة. بيقول لك أهل المدينة عملوا كذا. تمام. تقديرات مثلا الصاع ما هو، تقدير المد ما هو، هذه كلها يعني لم يعني يعتمد فيها على خبر واحد، وإنما على ما هو معمول به عند أهل المدينة. لو عايز أخذ من دي وأروح للتعايش الموضوع بتاعنا، يعني عنده عرف المجتمع؟ طبعا هذه مهمة جدا، أنه مالك ما أراد أن يصنع اضطراب بآراء جديدة، بل راعى واقع. طبعا إذا لم يكن منحرفا، نعم، وهو في ذلك الوقت واقع نوراني، نعم، باعتبار أنها فلا حاجة إلى أن الإنسان يأتي بآراء يعني يصطدم بها مع واقع الناس، واقع ما دام هذا الواقع مقبول ولو على أوسع المذاهب وعلى أوسع الآراء. نعم. فهنا ولهذا المالكية فيما بعد فهموا هذا من صنيع مالك، نعم، وأخذوا قاعدة ونظرية سموها ما جرى به العمل. نعم. الأخذ بما جرى به العمل، أي في العرف، عرف الناس، وأيضا المسائل اللي تكون مرجوحة عند المالكية، يعني عندما ندرسها نظريا ده رأي ضعيف، نعم، ولكن نعمل به علشان عرف الناس ماشي عليه، حتى لا طالما مش حرام. تمام. أنا عايز أقف هنا نقطة في منتهى الخطورة، يعني معلش خليني أقول للناس بنقطة أدق، يعني الإمام مالك باني كلامه وجزء كبير من كلامه إن إحنا نراعي واقع الناس طالما مش حرام، وحتى لو أنا عندي وجهة نظر أخرى خليني أمشي مع المجتمع. أنت حضرتك أنت العالم، فلو أنا بقول حاجة غلط قل لي غلط، خليني أمشي على واقع الناس طالما ممكن أضرب مثل وتقول لي أنا حسه. الإسلام قدر الأم تقدير شديد جدا جدا جدا، والأم في الإسلام غالية جدا جدا جدا، يجي حد يقوم عامل فكرة يسميها عيد الأم، هنهتم بالأم
فيجي ناس كتير تقول بس دي ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم. هو صح ما عملهاش صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليه ما ندعمش فكرة أصلها إسلامية 100%؟ نعم. أنا معك في أنه ما دام العيد ما يسمى عيدا أو الاحتفال هو أقرب إلى معنى الاحتفال بالأم والاحتفاء بها وتكريمها في يوم مثلا، ما دام ليس له صبغة دينية محضة، يعني مش بعمل تشريع جديد، مش بقول ده عيد جديد للمسلمين، ما ينفعش، أو خاص بدين آخر، يعني حتى لا يكون من باب التشبه بما هو من خصائص دين آخر، فهنا لا حرج، لأنه فيه تكريم، فيه احتفاء بشيء يعني أعلى رتبته الإسلام. نعم. فالأبوين الأم على الخصوص، فهذا يعني يؤخذ به ما دام شاع في الناس وليس فيه معنى دينيا محض، معنى تعبدي. نعم، يعني دي نقطة يا جماعة هامة جدا جدا جدا، واحنا بنتكلم عن الإمام مالك، إن الإمام مالك أحد أسباب قبوله زي ما ابتديت أنا الحلقة، وثلاث أجيال بتحضر له وناس بتحضر له من ثلاث قارات والألاف المؤلفة، من أحد الأسباب الكبيرة إن الإمام مالك راعى احتياجات المجتمع، عرف المجتمع إيه. أنا ماشي معاكم طالما مش حرام، أنا ماشي معاكم حتى لو عندي رأي أقوى من اللي أنتوا بتعملوه، لكن أنا حراعي عرف عرف المجتمع. ما دام ليس حراما قطعيا، يعني حتى في المسائل اختلف فيها العلماء، ولهذا قعد الفقهاء قاعدة قالوا لا إنكار في مختلف فيه، المسألة اللي مختلف فيها لا ينكر فيها، ما دام الإنسان الثاني له قناعته، له رأي آخر يتبع إمام من أئمة الدين الآخرين. مثال في هذا المسألة أنه مثلا مالكية الأندلس خالفوا مالك في مسائل، منها أنهم قابلوا بغرس الأشجار والأزهار والورود في المساجد. مالك عنده ما ينفعش، ما مكروه عند مالك، مكروه عند مالك، بس ده مذهب الأوزاعي، مذهب أهل الشام في عشان في لبنان ولكن المسلمين الأندلس في ذلك الوقت والإسبان إلى يومنا ما زالوا عندهم هذه الارتباط الشديد بالورود، ولو واحد يزور الإسبان يلحظ هذا الملحظ، رغم أنهم مالكيين تمام في ذلك لكن الوقت، لكن خلف مالك يعني اختاروا مذهب الأوزاعي، مذهب غير مالك في هذه المسألة، لأنها مناسبة لبيئتهم تمام، ولأن مناسبة لطبيعة الأندلس، ما دام فيها ولجذب الناس للإسلام في الأندلس، ما دام ليس فيها صدام مع نص واضح مع محرم قطعي وقال بها أحد الأئمة والعلماء الكبار، فعملوا عرف الأندلس تمام، وخدوا إن إحنا كده مش مخالفين لمالك، لأن مالك بيتكلم على داخل أصل من أصول مالك. الله الله، جميل جميل المعنى ده. يعني يا جماعة مش بقول لكم أحد أسباب انتشار مالك طريقة التفكير، طريقة التفكير إزاي أجد مصلحة الناس، كنا بنتكلم إن مالك أول كلمة المصلحة، إزاي أدخل في مصلحة الناس وأدور في أعراف الناس وتوالف معاهم طالما مش حرام قطعي، طالما مش حرام قطعي. هو من أصول مالك المصالح المرسلة، يعني التي لم يلغيها الشرع، ولم يبحث عن المصلحة، أين مصلحة الناس، سماها ابن رشد في البداية المجتهد القياس المرسل، يعني فيه هناك منافع وفيه مضار، يعني ترك الشارع بيانها والوصول إليها إلى عقل الناس وفطنتهم وذكائهم وإلى أيضا طبائعهم، مثلا في واحد ولهذا قالوا لا يحتاج الشارع إلى أن يوجب شيء يوافق طبع الإنسان، وهل يقول لك واجب عليك تنام واجب عليك تأكل؟ لا، لأنه كل إنسان بطبعه سيأكل وسينام، دعها كما هي، لأن الناس يعني ستصل إليها نفس الفكرة، ابحث عن المصلحة، ابحث عن عرف الناس، وكل ده تيسير. لأن أنا كنت من ضمن الأفكار اللي أنا طرحتها على الناس إن أحد أسباب انتشار كلام مالك بهذه الصورة لأزمان عديدة إن مالك يبحث عن مصلحة الناس، عن التيسير على الناس. هل في نماذج من فقه مالك بتقول هذا الكلام في المصلحة والتيسير؟ طبعا يعني كثير، ما دام هو طبعا مصالح
يعني ليس خاصة بمالك، وإنما مالك والمالكية أظهروها أكثر وقعدوا لها، ولكن كل الأئمة قالوا بها وإن لم يصرحوا بأنهم يقولون بها، لكن مالك هو اللي جعلها أصل. نعم أن البحث عن مصلحة الناس، وده سر اجتماع الناس عليه. يعني تاني يا جماعة، الحتة اللي كنا قلناها قبل كده، إن اللي عايز يعمل تعايش حط نفسك مكان الآخر، مصلحته فين؟ ويعني طيب، وقضية التيسير، أمثلة للتيسير في فقه مالك يعني كثيرة. مثلا إذا أردنا نكون عمليين، نحن مثلا في الغرب وأوروبا، نعم، الناس كلها هناك مربية كلاب، يعني هنعمل إيه مع الكلاب يعني؟ فمالك رحمه الله، وهو مذهب السادة المالكية، نعم، أنه الكلب ليس ناجسا، واللعاب الكلب ليس ناجس. نعم. فلو مثلا واحد لمس كلب أو يعني لحسوا كلب بلسانه، هذا لا يلزم منه أن يغسله ويطهره، بل يمكن أن يصلي بذلك. وهذا من يعني ما أروع هذا التيسير. اللي هو بيقول أن كل حي طاهر، دي قاعدة يعني معمول بها عند مالك وعند كثير من الفقهاء، لكن هو يطبقها هنا أيضا ويعمل بها. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، هو يعني يأخذه على أن المسألة مسألة تعبد لا مسألة نجاسة. نعم. يقول أنه كون النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يغسل سبع مرات كان لو كان للمسألة النجاسة الوحدة كفت. أيوه. مدام فيه سبع مرات، إذن مسألة تعبدية ليست مسألة مسألة تطهر ومسألة أنه الكلب نجس. أحد أئمة المالكية ابن أبي زيد القيرواني، صاحب الرسالة الشهيرة في الفقه المالكي التي تعلم إلى الصبيان إلى وقتنا هذا، يعني أخذ كلب يعني يحرس في البيت وكذا، يحرسه، فقالوا له كيف أنت إمام في مذهب مالك وعندك كلب؟ يعني ما كانش مالك يحبذ، يعني كان يكره ويمنع من أن يتخذ الكلب في البيت. نعم. فلا يقتنى الكلب. يعني هو مالك ما يقتنيش، يقول لك ما يعني تقتنيش، ما مشكلة بس في لو بس ما تدخلوش البيت، اجعله في الجنينة، اجعله. فأخذ كلب، فاتخذ كلب هو. نعم. فقالوا له كيف أنت إمام يعني في مذهب مالك وتتخذ كلبا؟ قال لو كان مالك موجود معنا لأخذ سبع أسد، مش بس كلب، لأنه كثر اللصوص وكثر كذا، فكيف لا أخذ كلب؟ فهذا برضو مبدأ المصلحة. تمام يعني فيه تطور في عقل الفقيه بحسب واقع الناس وواقع حياتهم وعشهم. وهذا يقولون الفتوى تتغير بحسب تغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص وما إلى ذلك. والشافعي زي ما احنا ما هنقول بعد شوية كان فقه في العراق، فلما راح مصر لقى الزمان والبيئة مختلفة والناس بتفكر بطريقة مختلفة فغير. أنا في الحقيقة في هاي القضية دائما أحب أن أنبه على في تصوري خطأ شائع، وهو أنه الشافعي رضي الله عنه لم يغير المذهب في هذه المسائل لكونه رحل. نعم. ليس هذا هو الأساس، باعتبار أن المسائل راجعة إلى أدلة. في تصوري أنه كان في العراق، ولما وصل إلى مصر وجد أصحاب مالك كابن القاسم وابن وهب ومحمد بن عبد الحاكم، وهؤلاء كانوا مدافعين يعني شرسين على مذهب مالك. نعم. فهو جاء بآراء جديدة. نعم. فاصطدم بهؤلاء من حيث الأدلة وكذا، فاحتاج إلى تعديل. نعم. ولأنه عندما ندرس المسائل كما ذكرها الإمام النووي في شرح المهذب في المجموع، نجد أنه المسائل لا تتعلق كثيرا بالواقع، ولكن القاعدة صحيحة. يعني القاعدة أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، هذه مسلمة لا أحد يناقش فيها، لكن يعني لا يستدل عليها بمثل هذا، والله أعلم. أنا بس عايز أرجع لقضية الكلب، علشان عايز أقول إن إحنا كمان بنفكر بمنطق التعايش. فإذا كان فقه مالك بيقول إن مفيش مشكلة في الكلب وإنه هو طاهر، ففي مذاهب أخرى بتقول إن في مشكلة طبعًا. وإحنا مش جايين هنا نقول للناس لازم تعملوا دي أو ما تعملوش دي، إحنا جايين بنقول دعوة للتعايش، فمحدش يطلع من البرنامج ده يقول دي الحلقة دي بداية الخناقة. لا، إحنا بنقول مالك قال كده، يعني مالك هذا رأيه، وهناك آراء آخرين وإنت حر في الآخر، لكن تعالوا ندور على طريقة التفكير. أنا أقول لك كلمة قالها أحد أئمة المالكية التونسيين، الإمام المازري، حتى قيل أنه كان من أئمة الاجتهاد رحمه الله، يقول
رحمه الله أن من كثر علمه قل إنكاره. نعم. يعني كل ما اتسع علم الرجل الإنسان وعرف الخلاف ويقل إنكاره، يعرف أين ينكر. الله. مش أي مسألة ينكر فيه ينكر عليها ولا ينكر بأي طريقة. نعم. هناك درجات في الإنكار، وهناك ما ينكر وما لا ينكر وما يسع الناس، فهذا كله فقه. كان ملك له آراء أخرى في الغناء وفي أي. نعم. يعني المشهور أن أهل المدينة عموما، يعني فقهاء المدينة، ما كانوا يرون تحريم الآلات والمعازف، هذا مشهور وانتقلوه، يعني حتى يروى أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان لا يشتري الجارية إذا لم تكن تحسن ضرب العود. نعم. يعني فكان هذا من مسائل الخلافية، وابن حزم مع ظاهريته. نعم. وكان لا يرى حرجا في استخدامها، وهو يعني أندلسي. بس في أحاديث بتحرم المعازف. هو الأحاديث اللي فعلا يعني تنقل وكذا، أولا يعني أنا دائما أقول أنه جمهور العلماء على تحريم المعازف صحيح. نعم. ولكن مسألة خلافية، ولا يمكن أن نقول أنها غير ذلك. نعم. لا يمكن نحكي فيها إجماعا. نعم. ثم أنه كيف يعني يكون حراما قطعيا والمصادر الأصلية. نعم. للإسلام لم يذكر فيها نص. حتى البخاري صحيح. نعم. البخاري كيف البخاري لا يذكر في أصوله حديثا مسندا متصلا واضح في تحريم، ويأتي بحديث معلق. نعم. مع أنه كان يعرف أكثر من 100,000 حديث صحيح، يعني. نعم. في 100,000 صحيح ما فيش إلا حديث معلق. نعم. ونحتاج إلى أن نتأول صحته. نعم. يعني ونقول أنه هذا في حكم المتصل حتى نعمل بالتحريم. حتى الآية ومن الناس من يشري لهو الحديث، مش أكيد أنها المقصود لا بها. لأنه لهو الحديث حتى لو سلمنا كما على تفسير سيدنا ابن مسعود. نعم. أنه الغناء. نعم. لكن الغناء بمعنى الكلام القبيح. نعم. لا شك. لأن طبعا لو اتصل بالغناء زي دلوقتي تمام. فيديو كليبس ورقص وكلام يدعو يليد. للمعصية يعني حرم ما فيه شك. ما. نعم. فيه شك. وده هو الحديث، يعني هذا يتكلم عن الحديث ولا يتكلم عن المعازف. يعني. نعم. ابن مسعود رضي الله عندما قال هو الغناء. نعم. الغناء الكلام عند العرب فيه تفرقة. نعم. عندما الغناء هو كلام ملحون، يعني. نعم. فيه طرب، ولكن. نعم. ليس دوما متصلا بآلات ولا بمعازف. نعم. فإذا كان المسألة مسألة فقط كلام، فلا شك أن الذي هو حرام هو القبيح من الكلام. نعم. خاصة إذا اقترنا بما هو داعٍ إلى الرذيلة. عارف فلان عشرته يبقى أنت ما تعرفوش. العربي صناع الثقة. سيراميكا كليوباترا رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. اتصالات. أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر. حول العالم تثق في سيراميكا كليوباترا. انت مين؟ وملك منورة قوي وشايفة نفسك كده. أنا لمبة توشيبا العربي، أحدث تكنولوجيا ياباني. طب هنشوف هتعيشي قد إيه؟ أكتر من 9,000 ساعة. ودول مين كمان؟ دول بقية العيلة. إحنا لمبة توشيبا العربي. لمبة توشيبا العربي، كعب جامد وإزاز قوي، حجم أرفع وإضاءة أقوى، خلي حياتك دايما منورة. العربي صناع الثقة. سيراميكا كليوباترا رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. اتصالات. أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر. العربي صناع الثقة. دكتور زكريا، احنا وصلنا للآخر، بس سؤال نختم به.
هو لازم كل بني آدم يبقى على مذهب من المذاهب الأئمة الأربعة ولا مش شرط؟ لا ابدا، يعني وقبل المذاهب الأربعة ما كان حال الناس. يعني اصل الناس دلوقتي يقول لك زوجتك على مذهب الامام ابي حنيفه. طب قبل ابي حنيفه كان بيتجوز؟ كان بيتزوج على اي مذهب؟ ابو حنيفه نفسه اتجوز على والله يعني لا هذا لا. انما حتى لما يعني انتشر نوعا ما الاحجام والخوف من تحمل المسؤوليات، نعم، بعض الفقهاء او بعض المؤذنين الشرعيين زي ما يقولوا، يعني حتى هو ما يتحملش المسؤولية، يقول أنا على مذهب أبي حنيفة، يتحملها أبي حنيفة. نعم أنا بتزوج على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، يعني الأمر بسيط يعني. طب يعني أنا بقول الكلام ده لأن الناس كتيرة لما احنا ابتدينا نتكلم على الأئمة الأربعة بدأت تقول يبقى أنا لازم أكون على واحد من الأربعة. لا 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 لا, لا أبدا، ما في شرعا ما يوجب. نعم يعني بحيث يعني ما فيش حد قال إن لازم يتعبد الله بواحد من الأئمة الأربعة. تتعبد الله سبحانه وتعالى على علم. نعم. لا تتعبد الله على طب الإنسان العادي اللي بيتفرج علينا الوقت يعمل إيه؟ يسأل أهل العلم. نعم. الذين لكن أقيد فقط، لأنه كثير ممن يدعي اليوم العلم يعني ولا يسلم له أو ما إلى ذلك، فقط يقتدي بمن اشتهر بين الناس علمه وحسن سلوكه وعرف أنه من أهل الدين. يعني يسأل واحد ثقة محترم. نعم. يثق يعني في مشايخ كبار اليوم الحمد لله، مشاهير علماء أجلة، يعني أبانوا في 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 حقا عن يعني خدمتهم للإسلام وتفانيهم وجهادهم في سبيل الله، وأنهم أهل سلوك يعني وعمل بما يقولون، وإخلاص يعني واحترام يعني مش واحد يعني جبنا واحد مستشرق يعني أو يعني علماني ولا كذا ما عنده علاقة بتطبيق الإسلام في حياته. نعم. وإنما دارس هكذا يقرأ كتب ويأتي ماشي على الفقه ده. لا احنا طب نريد ناس أيضا تعيش بالإسلام. طب في سؤال تاني، طب ما هو في ناس في كتب زي كتاب فقه السنة هو جمع رأيه ما بين المذاهب. وناس كتير قوي حتى هنا في مصر تلاقي عنده كتاب فقه السنة ويقولك يا عم أنا بقرأ في كتاب فقه السنة أعمل إيه في الطهارة في الوضوء في الصلاة وماشي عليه، ده ينفع؟ لا شك أن كتاب فقه السنة من أحسن وأنفع كتب هذا القرن الماضي وهذا القرن. لا شك في ذلك. وأن الرجل يعني هو من مشايخنا خدم خدمة جليلة الفقه بأن جعله مبسط سهل ميسور للمثقف العادي. نعم مش المتخصص. مش المتخصص. لي ولازم نعرف قدر الكتاب خاصة في أيام صدوره. نعم. حين كان الناس بدأت تتنصل من الدين وكانت صعوبة كتب التراث الحواشي والتقريرات. نعم. صعبة على الناس. ما في أحد وبدأ يستهزأ بها. نعم. فأن يأتي واحد ويقدم كتاب يقفل الباب على نزاع على 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 يعني إقصاء العلم الشرعي. نعم. قدمه مبسطا ويسرا وترجم ورزقه الله القبول، الحق يقال. أما أن يتعلم ويفتي الإنسان نفسه من كتاب هذا خطأ. نعم. فتنة الناس اليوم العكس في الكتب. نعم. أنه يعني اكتفوا بالقراءة في الكتب. نعم. عن العلماء الثقات الأثبات. قول الإمام الشاطبي كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل منها إلى بطون الكتب وبقيت مفاتيحه بيد الرجال. فمن طلبه من غير أهله ضل. الله، يعني ما تقراش كلمتين. شباب كتير بيعملوا الحكاية دي، يقرا كلمتين في كتاب وممكن يتهور او ممكن يروح يعمل عمل عنيف او ممكن يروح كذا ويقول ما انا لقيتها في كتاب فلان، لكن مفتاحه ممكن ما وضحش الصورة. طبعا طبعا. سيدنا الإمام مالك يروي أحاديث في في في, في موطئه ولا يعمل بها هو. أروح أقرأ أنت الموطأ إذن وتطبق خلاص، أو تقرأ البخاري وتروح تطبق. هذه مشكلة، لأن الدليل ليس حديثا واحدا ولا آية واحدة، وإنما يجمع كل ما ورد في الباب أو في المسألة من أدلة وفق درجات العمل بالأدلة ووفق منهج معين حتى يصل الإنسان إلى الحكم الشرعي إلى نتيجة. أنا عايز أضرب مثل في الختام بالنقطة دي، مسألة حلوة قوي. أحيانا شاب بيقرأ حديث ويقول النبي قال كده يبقى أنا لازم أعمل كده. الإمام الشافعي والإمام مالك قال لك لا، أنت تاخد، ودي شغلة العلماء، تاخد كل الآيات كما حضرتك قلت، كل الآيات اللي لها علاقة. يعني أديكم مثل، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، نواحي الستات وبيعذب به. فده حديث، بس في آية بتقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. تمام. ما حدش هيتحاسب على خطأ واحد تاني. نعم. طب فالعلماء جمعوا بين الآية والحديث، طب يبقى الحل إيه؟ الحل إن لو هو
كان من طريقته في الحياة إن هو بيحب النواح يعذب ببكاء أهله عليه، أو وصى بكده، أو كتب إن ابكوا عليا، أو أجروا فلانة تبكي عليا يعذب. لكن لو هو مش عايز كده إزاي يعني؟ أو هذا يعني يفضل أنه مثلا في مثل هذا المثال أنه الإنسان يوصي أهله ما تنوحوا علي بعد موتي، اصبروا واحتسبوا، فكلنا يعني مصيرنا واحد. فحتى لو ناحوا بعد كده ولا تزر وزرة وزر أخرى، فمش أي حد يقوم داخل وقايل له يعني. في عبارة يعني تنقل عن سيدنا الإمام الشافعي حتى ألف فيها الإمام السبكي رحمه الله كتاب رسالة سماها معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وبين فيها أنه هذا كلام لمن؟ للشافعي. إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني أنا الشافعي. أما أنت اللي مش شافعي، ما عندكش آلة الشافعي العلمية، ما عندكش كفاءته العلمية، فمن أين سيكون لك مذهب؟ أنت تسأل أهل الذكر لتتعلم منهم. أما تروح تمسك حديث وحدك وتحسب نفسك شافعي وتقول هم رجال ونحن رجال، لا، هذا ظلم وتعدي. الشافعي كان يحمل من العلم يعني والمالك، وحتى تصل الى مرتبتهم بعد ذلك لك ذلك. الله يعزك يا دكتور. احنا هنوصل، خلصنا نهايه الحلقه. انا شايف انها ان شاء الله ثريه ومحتوى مليانه معاني عميقه، لكن انا بركز فيها جدا ان البرنامج دعوه للتعايش من خلال الامام مالك. فطلعنا ازاي ان الامام مالك بيدور على عرف الناس، طلعنا ازاي ان الامام مالك بيدور على مصلحه الناس، وده كان من اسرار تجمع الناس حواليه، وإزاي إنه هو يبقى في مسألة مش حرام قطعي، لكن نشوف الناس عايشة إزاي فنراعي عرف الناس وطريق ونندمج في المجتمع ونبقى جزء من المجتمع. الحقيقة المعاني دي غالية جدا. الدكتور زكريا صديقي نموذج للتعايش، يعلم، عنده معهد لتعليم الإسلام باللغات الأجنبية في فرنسا، وأنا أحب أن يتحط الإيميل يبقى موجود، يتحط على الموقع علشان لو حد عنده ناس غربيين أو مسلمين لا يتكلمون باللغة العربية يستفيدوا من علمه من هذا المعهد، وفي نفس الوقت هو ينقل الفكر الأوروبي لعلماء المسلمين ولينا علشان يحصل التعايش بين الاثنين، فهو نموذج للتعايش. أنا بشكر جدا أنه هو جه من فرنسا مخصوص يصور معنا الحلقة دي. أشكركم جدا، وكده انتهت حلقات الإمام مالك. علشان نبدأ إن شاء الله بإذن الله من الأسبوع الجاي إمام جميل جدا 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 هنتعلق به، الإمام الشافعي. أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أربعة أئمة كلهم أعلى، إمام أضاف للعلم بعد إمام. اتصالات، أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر. العربي، صناع الثقة. سيراميكا كليوباترا، رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. مايو 1982 ميلاد أول منتج من مصانع العرب، وبدأ مشوار الثقة. بالتطور المستمر بالالتزام بمعايير الجودة اليابانية، النهاردة أكثر من 300 منتج بيخرج من مصانع العرب. أكثر من 12 مليون بيت في مصر بيثق في اسم العربي. العربي، صناع الثقة. الدولة حول العالم تثق في سيراميكا كليوباترا. العربي، صناع الثقة. سيراميكا كليوباترا، رائدة صناعة السيراميك في الشرق الأوسط. اتصالات، أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر. إمام أضاف للعلم.
الفتوى والأحكام كانوا حجك في الدين للمصطفى رايحين وقفوا عشان الحق وما رضيوش يبدلوا في الفتوى هذا البرنامج برعاية سيراميكا كليوباترا رائدة صناعة سيراميك في الشرق الأوسط. اتصالات، أول شبكة محمول للجيل الثالث المتطور في مصر. العربي، صناع الثقة. حقوق الإعلان الحصرية لهذا البرنامج ميديا لاين. هذا البرنامج من إنتاج إيبونايت. مراوح توشيبا العربي، موديلات كتير وألوان أكتر. مراوح توشيبا العربي، في حد لسه حرام؟ العربي، صناع الثقة. دولة حول العالم تثق في سيراميكا كليوباترا.